ثانية لتصبح مسابقة هذا العام 8 أفرع، وقد حملت دورة هذا العام من المسابقة اسم الشيخ مصطفى إسماعيل أحد أساطين دولة التلاوة المصرية، تأكيداً على أن مصر دوماً في خدمة القرآن الكريم وأهله. وجه السيد الرئيس بزيادة جوائز المسابقة لتصل إلى 2,000,000 جنيه بدلاً من 1,000,000 جنيه، واليوم نشهد معاً لحظة التكريم وجني الثمار والإعلان عن الفائزين وترتيبهم، تشجيعاً لهم على ما بذلوه من جهد في حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، فهنيئاً لهم ولأهليهم ولنا جميعاً، فهم أهل وسفراء القرآن الكريم، أتقنوه حفظاً وأحكاماً ترتيلاً وتجويداً، حفظوه فحفظهم الله وهداهم سبل الرشاد. خير ما نبدأ به حفلنا الليلة قراءة قرآنية مباركة يتلوها علينا الدكتور ماهر محمد عبد النبي فرماوي، المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر القاهرة. بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك،
سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن مع كلمة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فليتفضل مشكورا. الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. السادة العلماء والقراء، السادة النواب، الحضور الكريم، يسرني ابتداء أن أرحب بحضراتكم جميعا وأن أتوجه بكل الشكر والتقدير والامتنان لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية هذه المسابقة وعلى اهتمام سيادته بأهل القرآن والتوصية الدائمة بإكرامهم وتوجيهه بمضاعفة جوائز هذه المسابقة. وأؤكد أننا جميعا في خدمة القرآن الكريم حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا ودراسة وتفسيرا. كما يسرني أن أشيد بجهود السادة المحكمين والقائمين على تنظيم هذه المسابقة من قيادات وزارة الأوقاف والعاملين بها. ويسرني أيضا أن أرحب بضيوفنا الأعزاء ضيوف المسابقة وبالأئمة التنزانيين المشاركين حاليا في دورة الفكر الوسطي التي تنظمها لهم أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، والتي سيتمون دراستهم بها وتكريمهم غدا إن شاء الله الخميس الساعة 12 بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وبعد، فنحن أمام مسابقة عظيمة وعريقة، ويكفيها عظمة أنها في خدمة كتاب الله عز وجل، وهي المسابقة التاسعة والعشرون
في سلسلة مسابقات عالمية قدمت العديد من القراء النجباء من مختلف دول العالم، وها هي اليوم تقدم للعالم كله نخبة من خيرة القراء والحفظة النجباء. استمعنا إلى واحد منهم، وبإذن الله تعالى سننسق هنا في مصر مع اتحاد مع الهيئة الوطنية للإعلام لتقديم الأوائل المتميزين أداء وصوتا للاعتماد بإذن الله تعالى. وقد تميزت هذه المسابقة بتعدد فروعها وتنوع جوانبها لتشمل حفظ القرآن الكريم وتجويده وقراءاته وتوجيهها وتفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، فضلا عما صاحبها من مقارئ لكبار القراء العظام الذين يشكلون جيلا عظيما في القراءة لا يقل مكانة عن جيل القراء العظماء الذين زاع صيتهم في العالم كله. ولا نقول فقط إنهم قادرون على حمل اللواء، بل إنهم بدأوا بفضل الله حمل اللواء بأمانة وكفاءة، يحملون لواء قراءة القرآن ترتيلا وتجويدا وإقراءا، وشكلوا معنا مجالس إقراء في كثير من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية. وإذا كنا قد نظمنا معهم وأعلننا سلفا عن جدول صلاة التراويح والتهجد بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بنخبة من هؤلاء القراء الكبار على مدار الشهر الطويل، فإننا سننسق معهم أيضا أن يعم ذلك ليس مسجد الحسين وحده، إنما في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، كل في مكان إقامته وفي المسجد الأقرب له بإذن الله تعالى. وأيضا من بركات هذه المسابقة وما لمسنا فيها من تميز سواء من المتقدمين في الفرع الأول أو الثاني أو الناشئة، إضافة إلى أحد أبنائنا الذين نشرنا له مقطعا وهو يحفظ القرآن الكريم ليس فقط بأرقام الآيات والسور، فربما صادفنا ذلك كثيرا، هناك من يحفظ القرآن الكريم بأرقام آياته وسوره أو صفحاته، بل إن ابننا هذا تقول له رقم الآية والصفحة والسورة وأول كلمة في الصفحة وآخر كلمة في الصفحة، حتى أني رأيت الشيخ هاني وهو يسأله السؤال، هذه الآية رقم في صفحة كذا، أول كلمة في الصفحة وآخر كلمة، يقول له إذا قلبنا خمس ورقات فما أول كلمة؟ يقول أول كلمة كذا وآخر كلمة كذا والصفحة التي بعدها كذا، بحافظة كبيرة. هذا أمر عظيم، هذه المواهب لا يجب أن تترك هكذا ولا أن ينحصر كل جهدها فقط في هذا الحفظ، فقد أدى فيه دوراً عظيماً، إنما يمكن أن ننمي بإذن الله هذه الملكات تنمية خاصة لا تقف فقط عند حفظ القرآن أو عند فهمه، فربما نجد من بين هؤلاء من يكون مفسراً كبيراً أو محدثاً عظيماً أو فقيهاً نابهاً. ولذلك أعلننا اليوم أننا سننشئ إدارة خاصة لرعاية المواهب في مجال الدعوة والقرآن الكريم والإنشاد والابتهالات والخطابة وسائر الفنون المتعلقة ببناء الوعي، وأؤكد أننا بإذن الله تعالى لن نبخل عليها لا بجهد ولا بتدريب ولا حتى برعاية مادية لمن يحتاج إليها. وقديما قال شوقي يعني يحس على العناية بطلاب العلم، وكان يوصي أكثر بالمكفوفين، وأمامنا
طالبة من ذوي الهمم، مبدعة فازت بالمركز الأول على ذوي الهمم، وهذا يذكرنا بقول شوقي: نظرا وإحسانا لعلك في فهم، نظرا وإحسانا لعلك في فهم، يوما يكون أبا العلاء المبصرة لو تشتريه بجل مالك، وفي رواية: بنصف ملكك، لو تشتريه بنصف ملكك لم تجد غبنا وجل المشتري والمسترى. وهذا هو الاستثمار الحقيقي في البشر وفي بناء الكفاءات، كل في مجاله. فنحن في مجالنا الدعوي ومجال القرآن الكريم، ولهذا أطلقنا منذ أسابيع مبادرات اكتشاف لاكتشاف المواهب في مجال حفظ القرآن الكريم وتلاوته، في مجال السنة النبوية، في مجال الخطابة، في مجال الإنشاد، في مجال الابتهال، في مختلف المجالات المتعلقة بمجالي الدعوة والقرآن الكريم. ومن أهم ما تميزت به هذه المسابقة، فضلا عن الشفافية التي تمثلت كما تابعتم في اختيار المتسابق لأسئلته بنفسه عبر برنامج مخصص بجهاز الكمبيوتر، لا يتدخل لا المحكمون ولا السائلون ولا أحد، هو يدخل فيختار الأسئلة، ثم ها هي اللجنة شاهدة بمحكميها الأفاضل سواء من ضيوفنا الكرام من الدول الشقيقة والصديقة معا، أم من محكمين المصريين، لم يحدث أي توجيه سوى بغية الحق والعدل، فهم جميعا أبناؤنا نسعد بهم جميعا بمنتهى الشفافية. وكانت المسابقة تبث مباشرة عبر مواقع التواصل، وكان من الممكن لأي دولة أو جهة أو مؤسسة لها متسابق أن تتابعه وأن تتابع زملاء، فهذا هو الحق، فالمحكم قاض في العدل في الحكم بين الناس بالعدل. لكن أختم بأهم ما تميزت به هذه المسابقة، وهو ما دعانا أيضا للتحمس لإنشاء هذه الإدارة، إضاءة رعاية المواهب، هو كثرة الحافظين وقوة المنافسة. فعلى سبيل المثال أذكر لحضراتكم الفرع الأول، وفاز به الدكتور ماهر الذي افتتح هذا الحفل بالقراءة، ما بين الثاني والخامس تقريبا أقل من درجة واحدة. الثاني الشيخ عبد الله عز الدين من دولة السودان، حاصل على 94.85%. الثالث أسماء يونس إبراهيم الباز من مصر، 94.75%. يعني 1 من 10، 94.85، 94.75. الرابع وليد محمد أحمد المرزوقي من دولة الإمارات، 94%. الخامس مالك عدنان صبحي عثمان من دولة الأردن، 93.95%. يعني الفارق هو في حدود درجة أو نصف درجة، وهذا يسعدنا أن أبناءنا جميعا من مختلف دول العالم العربي والإسلامي على هذا المستوى القدير. وأؤكد كلكم فائزون، حتى من لم يوفق بالمراكز المالية في هذه المسابقة عليه أن يواصل، فالطريق طويل والمسابقات ممتدة، ومن لم يفز في هذا العام نشعر به إن كان في العمر بقية في العام أو في الأعوام المقبلة، الفرصة أمامكم طويلة ما دمتم في خدمة القرآن الكريم. الفرع الثاني هذا أيضا عجيب جدا، اللي هو حفظ القرآن الكريم مع تفسيره كاملا وتطبيقات علوم القرآن الكريم. هذه المسابقة لا تعنى فقط بالحفظ إنما بالفهم، تفسير القرآن كاملا. الأول 93.9%، 90%. الثاني 93.55%. الثالث 93.50%. الرابع 93.25%. يعني حوالي نصف درجة ما بين الأول والرابع، وهذا يؤكد تميز مستوى
المتسابقين وقوة المسابقة. وبمناسبة يمكن حاجة من فضل ربنا أحد المتسابقين، وده اللي أنا قلت إحنا جاي هيجي أحد أبنائنا من غانا، وهذا أمر يسعدنا، وده من عظمة القرآن الكريم أن تجد بعض أبناء الدول غير الناطقة بالعربية في هذا المستوى من التميز. وربما لو ناقشته في العربية أو طلبت منه أن يتحدث في غير القرآن الكريم ربما لا يحكم بعض الجمل أو بعض اللغات، وهذا من إعجاز الله عز وجل أن يكون ابننا من غانا الشيخ عبد الصمد آدم يحصل على المركز الأول، لكن درجته كام؟ 99.99%. والقرآن غالب، ولولا أن القرآن غالب وربما هي وقفة نفس أو تردد واللجنة شهيدة، عندما يحصل أحد المتسابقين قل على 100 من 100 بفضل الله 99.99%، يعني هذا فضل من الله عظيم ودليل. احنا بنوجه الشكر لكل هؤلاء. الذي يليه من دولة ابنتنا فاطمة زاهر من دولة المالديف تحصل على 99.45%. هذا أمر عظيم عندما يكون أبناء الدول غير الناطقة بالعربية يفتح الله لهم هذا الفتح. هذا يبشرنا أن هذه الأمة حية وستظل حية بالقرآن إلى أن نلقى الله إلى يوم الدين. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الثالث الشيخ تنوير حسين 99.15%. يعني إلى درجة بالمناسبة العشرين الأوائل 20-21 أكثر من 90%، وكلهم من غير من الدول غير الناطقة بالعربية في الفرع الخامس. أيضا في الناشئة، وهذا فضل الله أيضا، الأولى أسماء عادل 95.85%، الثانية الثاني رمضان سعد 95.35%. وإحنا أصدينا أن نعلن الأرقام ليفرح الآباء والأبناء، حتى إن لم يفز ابنك بمسابقة مالية أو مادية فهو فائز بحفظ القرآن وبإكرام الله له. فهذا 95.35%. الثالثة زينب علي محمد 95.30%، يعني بين الأولى والثالثة أقل من نصف درجة. وهنا نقول هنيئا لهم بالقرآن الكريم، هنيئا لآبائهم وأمهاتهم، من حفظ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا أبين وأوضح من ضوء الشمس في الحياة الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. وهنيئا لدولهم، هنيئا لكل من شارك وكل من أسهم، وكلهم فائزون بالقرآن الكريم، ويقينا ادخر الله لهم خيرا عظيما ربما في مسابقات أخرى وفي حياتهم كلها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفعهم وأن ينفعكم بالقرآن الكريم، وأن يجعله شاهدا لنا وحجة لنا لا علينا يوم القيامة. مرة أخرى أشكر كل الحضور، أشكر حضراتكم جميعا، أشكر كل وسائل والسادة الإعلاميين الذين أسهموا في تغطية هذا الحدث إكراما وإعلاء لشأن القرآن الكريم. وأؤكد أن عنايتنا بأبنائنا من الحافظة سواء في هذه المسابقة أو في المسابقات الماضية أو ما تنتج عنه أعمال مبادرة اكتشاف سيلقون عناية غير مسبوقة. نسأل الله أن يوفقنا لذلك لخدمة القرآن وأهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على كلمته. والآن السادة الحضور نبدأ وقائع تكريم المتسابقين الفائزين في المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم. نبدأ بالفرع الأول وهو بعنوان حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن. المركز الأول
للمتسابق ماهر محمد عبد النبي فرماوي من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 250 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الثاني المتسابق عبد الله عز الدين عبد الرحمن من دولة السودان بجائزة قدرها 150 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الثالث للمتسابقة أسماء يونس إبراهيم الباز من جمهورية مصر العربية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الرابع المتسابق وليد محمد محمد أحمد المرزوقي من دولة الإمارات العربية المتحدة بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الخامس المتسابق مالك عدنان صبحي عثمان من المملكة الأردنية الهاشمية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز السادس المتسابقة هاجر بنت صالح بن سعود الكندي من سلطنة عمان بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم يتسلمها عنها السيد خالد عبد الله سالم الكندي. وإلى الفرع الثاني من المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي حملت اسم الأسرة القرآنية. فاز في فرع الأسرة القرآنية أبناء عائلة غازي أحمد الزياتة من محافظة الغربية بجائزة قدرها 300 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية لكل منهم، وهم أحمد غازي أحمد الزياتة إمام وخطيب، السيدة غازي أحمد الزياتة معلمة بالأزهر الشريف، صالح غازي أحمد الزياتة إمام وخطيب. هنيئا له. صحيح. تحية كبيرة لأسرة الزياتة من محافظة الغربية على هذا المجهود الرائع. نموذج للأسرة القرآنية المسلمة. أشكركم شكرا جزيلا. نذهب الآن إلى الفرع الثالث من المسابقة تحت عنوان حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم. المركز الأول ذهب للمتسابق محمد أحمد عبد الغني دغيدي من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 200 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الثاني المتسابق محمد شعبان عبد الله جعفر من جمهورية مصر العربية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.
المركز الثالث المتسابق سعيد إبراهيم سعيد شويتة من جمهورية مصر العربية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. الصف الثاني الثانوي الازهري وان شاء الله باذن الله يكون له ان شاء الله شان كبير ان شاء الله. المركز الرابع ذهب للمتسابق موسى محمد علي عوض من دولة فلسطين بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الخامس المتسابق عبد الله عويسي من دولة الجزائر بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. والآن إلى الفرع الرابع من المسابقة الدولية للقرآن الكريم تحت عنوان حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع مع توجيه هذه القراءات. المركز الأول ذهب للمتسابق حمادة محمد السيد خطاب من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 300,000 جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الثاني المتسابق محمد أحمد فتح الله أحمد من جمهورية مصر العربية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الثالث ذهب للمتسابق عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الرابع المتسابق عمار صالح عزيزي من دولة الجزائر بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. وإلى الفرع الخامس من المسابقة والذي حمل عنوان حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية. المركز الأول ذهب للمتسابق عبد الصمد آدم من دولة غانا بجائزة قدرها 100,000 جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الثاني المتسابقة فاطمة شايا زاهر من دولة المالديف بجائزة قدرها 150,000 جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من الموسوعة الثقافة الإسلامية. والآن المركز الثالث مع المتسابق تنوير حسين من دولة بنغلاديش
بجائزة قدرها 100,000 جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الرابع المتسابق هيثم صقر أحمد من دولة كينيا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز الخامس المتسابق عمر طلامي حسن من دولة نيجيريا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز السادس المتسابق بشير إمام عثمان من دولة نيجيريا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. المركز السابع المتسابقة نفيسة بوصو من دولة السنغال بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية. والآن إلى الفرع السادس من المسابقة والذي حمل عنوان حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم. الأول المتسابقة أسماء عادل سيد أحمد من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 150,000 جنيه ونسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير. المركز الثاني المتسابق رمضان سعد علي محمد خليف من جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير. المركز الثالث المتسابقة زينب علي محمد أحمد جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير. والآن إلى الفرع السابع من مسابقة مصر الدولية للقرآن الكريم في دورتها 29 والتي حملت عنوان حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمة للناشئة. المركز الأول ذهب للمتسابقة منى أحمد سعد عباس من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 150,000 جنيه ونسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير. تحية كبيرة ما شاء الله عليك. المركز الثاني المتسابقة نادية سعد رمضان سعد من جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير. المركز الثالث المتسابقة مودة السباعي محمد السباعي
من جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير. المركز الرابع المتسابقة أم كلثوم فريد عبد العظيم من جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير. سيادة الرئيس، السادة الحضور، من كل قلوبنا بنرحب بكم على أرض سوهاج. وبناء على توجيهات حضرتك يا سيادة الرئيس ورؤية مصر 2030 ودعمكم المتواصل للبحث العلمي والابتكار، أنا وزميلي قدرنا نوصل للحل. الدعم موجود والأرقام اللي ما تتخيلوهاش موجودة، وأنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني ولكم اللي موجودين معايا، 7 تريليون ده رقم متواضع جدا قدام الحلم. قدام ايه؟ الحلم من صندوق تحيا مصر. من صندوق ايه؟ تحيا مصر. الرقم كام؟ مش عايز اقول رقم ليه؟ حطوا افكاركم في موازنات وميزانيه، واذا كان في لجنه تشرف على ده، مش هم بس، هم واللي زيهم يعني. تسمحوا لك اتصور معاكم؟ احنا اللي الشرف لينا يا فندم. شرف لينا يا فندم. الدكتور توفيق إبراهيم أحمد من المملكة الأردنية الهاشمية بنسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير. الدكتور أبكر ويلر ميدو من دولة تشاد نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير. الشيخ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني من سلطنة عمان نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير. شكرا لحضراتكم جميعا، شرفتونا. والآن مع المحكمين في جمهورية مصر العربية نبدأ بالأستاذ الدكتور جمال فاروق جبريل. نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير. الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح عوض إبراهيم نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير. الشيخ محمد صالح حشاد نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير. الشيخ محمود محمد حسن الخشت نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.
الشيخ محمد عبد الموجود عبد المقصود خليفة، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير. الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروطي، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير. الشيخ أحمد تميم محمود أحمد المراغي، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير. الشيخ سراج الدين محمد سليمان، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير. والآن مع تكريم واحد من أساطين التلاوة في مصر، الشيخ مصطفى إسماعيل، هو صاحب اسم هذه الدورة 29 من المسابقة الدولية للقرآن الكريم، نسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير لاسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله لمكانته وجهوده في خدمة كتاب الله عز وجل قراءة وإقراء يتسلمها حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل الأستاذ مصطفى أحمد وحيد مصطفى إسماعيل. نسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير لفريق عمل وزارة الأوقاف المشرف على المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم، يتسلمها نيابة عنهم الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشؤون الإدارية. نسخة من كتاب الله عز وجل وشهادة تقدير للأستاذ هيثم شريف متولي لجهوده في خدمة ضيوف المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم. تفضل يا فندم. يعني الحقيقة بعد الدكتور احنا بنشكر حضرتك وبنشكر الهيئة الوطنية للإعلام وكل السادة الإعلاميين الموجودين، بس بأكد على نقطة مهمة، كل من حضر أو أسهم في هذه المسابقة محكما أو حضورا إن شاء الله يحتسب نيته عند الله إنها في خدمة القرآن وأهل القرآن وإكرام القرآن. هذا التحفيز وخاصة لأبنائنا الناشئة دافع قوي جدا في حياتهم المستقبلية بإذن الله تعالى. هنستأذن الدكتور محمد في السيد الدكتور تقي الدين من دولة فلسطين والدكتور أبقى من تشاد في حدود دقيقتين على الأكثر، على الأكثر لكل واحد هيحدثكم بس قد إيه كانت الدنيا بتسير، هم قد إيه شافوا قوة المتسابقين وشفافية المسابقة. ثم هنأخذ صورة جماعية مع السادة المحكمين، هي الآن بتتاخد، ثم هينضم إلينا المتسابقون في صورة جماعية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. أستصغر نفسي عند الحديث أمام مجالس الأكابر، ما لي وللأكابر من الحديث، لكنها كلمات حق لي أن أبرق شكر وتقدير إلى الحكومة المصرية ممثلة برئيسها الموقر، ثم الشكر كذلك إلى معالي وزير الأوقاف المصري الموقر، ثم الشكر كذلك إلى الحكومة المصرية الموقرة، الشكر كذلك إلى شعب الشعب المصري الشقيق والأخ العزيز الذي له ماض وحاضر ومستقبل. حقيقة هذه المسابقة
لمست فيها قوة المتسابقين، لمست فيها الإرادة عند المتسابقين، كنت أحزن عندما يحزنون عندما يخطئون، كنت أفرح عندما يفرحون ويخرجون من المسابقة دون أخطاء. بارك الله لكم إخوتنا وأهلنا، أهل مصر الشقيق، نحن نعلم الماضي والحاضر ونعلم المستقبل لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. بداية أهنئ شعب مصر العظيم، رئيس مصر وشعبها على هذا الاختيار الرباني لتكريم أهل القرآن الكريم. هذا الاختيار لا يطى لأي أحد، اختاركم الله وجعلكم ممن يكرمون كلامه، وأهل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهنيئا لكم. ثانيا أقول لمعالي الوزير، أنا شاركت في هذه المسابقة متسابقا ومحكما، شاركت في الدورة الأولى عام 1994 إن لم تخني الذاكرة، وشاركت محكما في هذه المسابقة، ورأيت قوة التنظيم، أرى شعب مصر كلها كلهم موجهون نحو تكريم أهل الله وخاصته. هذه الدورة بالذات امتازت عن الدورات الأخرى وعن المسابقات الأخرى بتنوع الأفرو، لأن مصر أراد أن يرسل رسالة للعالم، حان الوقت لتحصين العقول، حان الوقت للاهتمام بالناشئة، حان الوقت للاهتمام بأصحاب العقول النيرة. المقاصد يصون العقول، الناشئة إنما يشجع لتعليم القرآن الكريم وحفظه هو مضمون، إنما يقرأ القارئ القرآن بعدة روايات هو يرسل رسائل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر ويديمها، وكل آمن وأنتم بخير. شكراً، وندعو الجميع لالتقاط صورة تذكارية مع معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. في هذه المسابقة العالمية حبيبة مستمعينا الكرام، حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام.
بحضرتكم إلى ختام هذه الجلسة الختامية لهذه المسابقة العالمية. مستمعينا الكرام، لكم تحيات الزملاء المهندسين من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل وليد صبحي والزميل سيد سيكا، ولكم تحيات الزملاء المهندسين من كنترول الإذاعة المصرية المهندس أحمد رامي والمهندس عبد العزيز.